حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. أمحلفية أبو وائل كوانبا أليكو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكي وتوليا واتو مواعظة كلا سيكو الخامس. أمتو موجا كسيما ewe Abu Abdurrahman, ningependa utuwaidhi kila siku. Akasema, linalonizuilia kufanya hivyo ni kuwa sipendi kukuchosheni na ninakuchagulieni wakati wa kukuwaidhini, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akituchagulia wakati wa kutuwaidhi, kutuhofia kuchoshwa. Imepokewa na Al-Bukhari.